أهلا بكم أعزائي. اليوم في سلسلة سيارات راح نطلع على سيارة الكادلاك اللي هي واحدة من السيارات الأمريكية الفخمة واللي تعتبر واحدة من أهم السيارات اللي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال هذا الفيديو راح نشوف شنو مزايا هاي السيارة ونطلع عليها وإن شاء الله يعجبكم. فأهلا وسهلا بكم، ولا تنسون رجاء تشاركون بالقناة وتسوون لايك وشير. فخلي نبدأ رحلتنا اليوم لنستكشف هاي السيارة. هاي السيارة هي سيارة ممتازة بكل المواصفات، الانسيابية في التصميم، الويلز هنا تقدر تشوف انه السيارة تصميمها بشكل عالي، وانه الشركة بذلت مساعي كبيرة انه تخلي هاي السيارة هي سيارة العام، وبالفعل هي السيارة اللي فازت بسيارة هذه السنة، هي الاكس تي 5. المحرك هو محرك 6 سلندر، والسيارة هاي هي من السيارات اللي يقبل عليها الشباب، رغم انه الكادلاك هي معروفة سيارة لكبار العمر، بس هاي السيارة حققت نجاح كبير وكسبت قلوب الشباب هالسنة بالولايات المتحدة. الرؤية الجانبية والأمامية ممتازة، سو ما عندك أي عوائق أنه تشوف السيارات اللي بجانبك وأمامك. وطبعا عندهم هنا الداشبورد، هو تصميم يتناسب ويا شكل السيارة واللوجو. هذا هو الستيرينج ويل اللي تقدر تتحكم بالصوت والموسيقى وكل شيء تحتاجه هنا. وطبعا النافيجيشن سيستم، الجي بي اس، السيارة ممتازة، تصميم جميل، سهولة في استعمال الجير، وتصميم الأبواب ممتاز. طبعا هنا هاي السيارة هي دائما تجي بعدة مواصفات، وهذه من ضمنها اللي عندها البانوراما سانروف، تقدر تشوف نوعية المقاعد، نوعية ممتازة. هي سيارة صغيرة بس حجمها متوسط. هنا بهاي السيارة اللي قسم من السيارات الجديدة اللي عندهم هالميزة انه تقدر تشحن تليفونك، بس مجرد تخليه خلال هالمكان وتشحن تليفونك به. فكل المواصفات اللي تحبها بالسيارة الفخمة الممتازة موجودة بالكادلاك، ومن ضمنها هاي السيارة. طبعا هي هاي مو أهم سيارة بالكادلاك، بس هي هاي واحدة من المرغوبة هالسنة واللي يقبل عليها الناس كل الأعمار، الشباب، الشابات، كبار العمر بصورة عامة. هذه هنا عندنا خاصية التحكم بالكلايمت والحرارة، البرودة الأمامية والخلفية، وطبعا الكاميرا الخلفية، الحساسات، كل شيء موجود هنا. فالسيارة المقاعد مريحة جدا، كهربائية، طبعا تقدر تتحكم بالصندوق منها. بالحالة هي واحدة من السيارات اللي بيها كل الشغلات الجديدة اللي تعجبك كمستهلك. هاي السيارة هي من السيارات الصغيرة، فتسع بس 5 ركاب، ولذلك الصندوق الخلفي هو كبير. إذا تستعمله بالشكل الصحيح تقدر تأخذ
الكراسي الخلفية مريحة جدا وكبيرة، وعندك وهي عالية أعلى من الكراسي الأمامية اللي طبعا تقدر تتحكم بها، بس الكراسي الخلفية هي مريحة جدا، وثلاث أشخاص يقدرون يقعدون هنا بكل سهولة. الشيء الوحيد هاي السيارة انه ما عندك استطاعة انه تتحكم بالحرارة والبرودة من الخلف، سو لازم تسأل السائق وهو اللي يتحكم بيها. فبس اكو الشاحنات هنا اذا تريد تشحن تليفونك او الكمبيوتر او اي شيء اخر موجودة بالخلف. فمثل ما تشوفون هاي السيارة هي سيارة ممتازة ومريحة للسياقة، ومثل ما قلنا هي 6 سلندر، فما عندك مشكلة بالصرف البنزين، كلش اقتصادية خاصة إذا تسوقها بالشكل الصحيح. أعزائي هاي كانت فد جولة سريعة شفنا من خلالها، اطلعنا على هاي السيارة ومزاياها، ان شاء الله عجبتكم، وقريبا راح نشوف غير سيارات ونتعرف عليهم بشكل اكثر. فرجاء لا تنسون تشاركون بالقناه، تسوون لايك وشير، ونشوفكم قريبا. مع السلامه.